عاجل. حكومة هادي تصدر توجيهات عاجلة بإخلاء المناطق العسكرية في المجمع الحكومي بمأرب. تفاصيل عاجلة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. قناة نبأ الإخبارية، أخبار اليمن لحظة بلحظة. كشفت مصادر مطلعة عن توجيهات رسمية من قيادة دفاع هادي بإخلاء عدد من المناطق العسكرية في المجمع الحكومي بمدينة مأرب. جاء ذلك بعد ساعات قليلة من استهداف صاروخي للمنطقة العسكرية الثالثة التابعة للشرعية غربي المحافظة النفطية. وأكدت المصادر أن عددا من القيادات العسكرية باشرت عملية إخلاء المناطق العسكرية في نطاق المجمع الحكومي، مرجحة أن تكون هذه المناطق عرضة للقصف كما حدث للعسكرية الثالثة. وكانت المنطقة العسكرية التابعة لهادي بمأرب قد تعرضت لقصف صاروخي في وقت سابق من اليوم أوقعت العشرات من قيادات الشرعية بين قتيل وجريح. وتشهد المواقع العسكرية لقوات الشرعية في مدينة مأرب خلال الأيام الماضية حالة طوارئ غير مسبوقة مع اقتراب قوات صنعاء من أسوار المدينة وفرضها شبه طوق عسكري على مركزها.